ثبت شيخنا عن الحديث اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صحيح القصة شيخنا هذا انه اليهودي التقى في احد الصحابة وقال له انك انت يعني بهالرداء اللي انت لابسه الطيب والجميل وانا كنت سمعت عن النبي. شو بهم انه القصة صحيحة ولا لا؟ المهم الحديث صحيح ولا لا؟ اي نعم، هذا شيخنا قصد انه معروف الحديث صحيح، يعني عبرة القصة كمان. نعم شيخنا. شو بهمك القصة صحيحة ولا مو صحيحة؟ طبعا ما بهمني زي الحديث. فإذا خلص لكن يعني فرض القصة ضعيفة. نعم. شو تغير معك؟ ولا شيء. فرض القصة صحيحة. شو تغير معك؟ يعني وضع القصة شيخنا يعني. يعني تأثير القصة يعني هيك للسامعين أحيانا. يا أخي القصة تمثل الواقع. نعم صحيح تمثل الواقع. طيب أنا بتخيل قصة تمثل الواقع. نعم. شو بهم إنه هي من حيث السند صحيحة ولا نعم. ضعيفة؟ نعم صحيح. والله يا شيخنا هذا الحديث عظيم يا شيخنا. والله يا شيخنا بده محاضرة لوحده هذا الحديث. هناك. والله يا شيخنا. ما هو في حديث آخر بيقول إنه أهل الجنة لو علموا ما ادخر له من النعيم لا نسوا يعني مصائب الدنيا كلها. يا سلام. وبالعكس لو أهل النار اطلعوا على ما ادخر له من العذاب الأليم لما طابت لهم الحياة ونعيمها مهما كانوا في نعيم. يا سلام. الله. هذه حقيقة. وبعدين الحديث الثالث ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس. الله الله. فقد تجد رجل فقيرا بالكاد أن يجد قوت يومه رضيان عن ربه مطمئن في عبادته إلى آخره، بينما تجد الأغنياء الله أكبر وترى الناس سكارى وما هم سكارى ضايعين وراء هذه الدنيا. والله يا شيخنا كم يوميا كم أشكر الله عز وجل يعني على النعمة اللي احنا فيها. والله يا شيخنا كلما أي أكل أكلها هذا من فضل الله علينا والهداية يا شيخنا. والله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. ما بنعرف يعني في الدخول لكابل وين هو صفيان أراضيه. نعم شيخ، في قضية بالنسبة للأخ فارس، يعني هو غريب بعض الشيء من ناحية يعني أطباعه، غريبة أطباعه، صار تصرفات يعني عجيبة، وتراه يخفي ما في صدره، ما يظهر لك إياه إلا بعد فترة مثلا طويلة أو بصورة غير مباشرة. طبعا هكذا يعني إنسان ما تتقبله إذا كان يعني يخفي ما في صدره، ما يظهر لك إياه. فالله أعلم يعني. واللي بعثنا له عدة رسائل الله يهدينا وإياه. آمين. شيخنا بالنسبة للحديث، من أفتي بفتية غير ثبت فإثمه على من أفتى، ما صحة هذا الحديث؟ حديث ضعيف معناه صحيح. معناه صحيح وضعيف. طيب هذا يعني مثل القاعدة اللي بيقولوها الناس، ذبهب رأس عالم وطلع منها سالم. كيف؟ في قاعدة أو مثل عندنا ما بعرف إذا عندكم، ذبهب رأس عالم وطلع منها سالم. وضعها برقبة عالم وطلع منها سالم، عندنا هذا المثل. أي إحنا عندنا برأس عالم. على كل حال سؤالك عن الكلام هذا الثاني. نعم. قالوا ما تحته طائل. طيب عفوا نحن جبناك عن الحديث. نعم. انه معنى صحيح. فان كان هالمعنى مثل معنى المثل فالمثل كمان معنى صحيح، والا يخشى ان يكون في شيء من المبالغة، لانه كلمة اضرب بايش براس العالم حطه برقبة عالم اطلع سالم. ايوه هذا شيخ العوام دائما بذكروها، انه ماله مال هالشيخ نحطه برقبة العالم اطلع سالم، وهذا ما يبحث عن دليل او شيء. فكيف يعني شيخنا؟
إن هذه المقولة أو المثل اللي بيضربوه العامية. أوكي أخي المثل. نعم. ما لنا فيه. طيب التفصيل مختصر لمعنى الحديث. يعني إذا واحد نعم غير عالم سأل عالما عن مسألة. نعم. وأفتاه وراح عمل بفتواه. نعم. وكانت الفتوى في واقعها خطأ فإثمه على من أفتاه. نعم. لأنه ما يستطيع باعتباره غير عالم هو ما يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ والحق من الباطل. نعم. هذا هو المعنى. أما قولك أنت ما يسأل عن الدليل، أنا أشعر ولا مؤاخذة لأنه أنا بتعرفني ألباني هدول بيبقوا غلاظ شوية يعني بقول بصراحة بيترشح من كلامك أنه العامة المسلمين كمان هن مكلفين بأنه يطالبوا بالدليل. هذا غلو من القول غير سليم. لا شك نحن نقول دائما وأبدا كما قال رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. البصيرة في الدين تكون على درجات أسماها وأعلاها أن يكون الرجل عالما بالكتاب والسنة ويعرف المسألة من أين جاءت. نعم. هل دليلها في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس؟ لأن معرفة الفوارق بين هذه الأدلة تجعل الإنسان على بصيرة. لما يكون الدليل من الكتاب والسنة غير لما يكون الدليل من الإجماع أو القياس، لأنه إجماع قد يكون صحيح قد يكون غير صحيح، القياس كمان قد يكون نعم. قياس صحيح قد يكون قياس غير. أما النص من الكتاب والسنة ما يقبل نعم. النقاش. فهي أسمى درجات البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأتباع الآن كمان هم على درجات. في طالب علم يكاد أن يكون عالما، هذا بيقدر يفهم وجهة نظر العالم في المسألة التي أفتاه بها، فهذا يحسن به أن يعرف أنه الرأي الذي جاء أو الفتوى التي جاء بها هذا العالم من أين جاء بها. لكن عامة الناس ما بيستطيعوا. فعامة الناس البصيرة تبعهم ما يركبوا رؤوسهم ويفتوا أنفسهم بأنفسهم، وإنما كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل رجلا من أهل الذكر من أهل العلم فأفتاه وعمل بفتوى، فهذا هو الواجب بالنسبة لهذا الرجل العامي. فإن كان خطأ فإثمه على من أفتاه. ثم هنا شيء يقال إثمه على من أفتاه. المفتي إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا. فإذا كان مجتهدا وأخطأ فلا إثم عليه إنما هو مأجور. وإذا كان مقلدا فأفتى السائل بناء على التقليد، من هنا يأتي الإثم. نعم. ولكي ينجو من الإثم عليه أنه يقول والله أنا يا أخي ما لي عالم، لكن فلان العالم أبو حنيفة مثلا أو مالك أو الشافعي بيقول كذا. نعم. بهالصورة هي كمان هو تبرأ ذمته. أما يجي يفتي بدون علم ويتبنى قول رجل عالم هو لا يقول فلان قال كذا، بيطلع الفتوى منه فبيكون هذا آثم. إذن المفتي
إذا أفتى إنسانا فقد يكون هذا المفتي آثما وقد لا يكون آثما، لكن المهم المستفتي لا يكون آثما إذا كان انطلق متبنيا فتوى من أفتاه. هذا معنى الحديث هذا على ضعف إسناده. نعم. طيب شيخنا، الأولى أن يكون الشخص اللي تأخذ منه الفتوى أن يكون يعني في ظنك أنه صاحب علم و طبعا، مش أي. لا طبعا هذا، نعم. ولا شو معنى فاسأل ولا ذكري، أي أهل العلم بس علينا إحنا أن نتحرى في قضية الدليل. يا أخي. فاسألوا، الخطاب لمين؟ نعم عليكم أنتم، نعم أي هذا هو. نعم. طيب، حديث حجوا قبل أن لا تحجوا. ضعيف. ضعيف. شيخنا، بالنسبة لتكبيرات العيد، كيفية أدائها؟ أنو تكبيرات؟ العيد هذه. الصلاة ولا خارج لا الصلاة؟ لا، عفوا، خارج الصلاة. طيب، لما بتقول تكبيرات العيد نعم. إذن تقصد بعد الصلاة أي نعم. كيفية أدائها؟ نعم. يحدد بقى كيفية مطاطة كثير. يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كانت بصورة جماعية، او عن الصحابة او عن السلف بصورة جماعية. أولا عن الرسول ما في أي شيء في نعم. الموضوع، في عن الصحابة نعم. هنا، وفي عنهم أنه التكبير كان جهرا، ونحن نعلم من مجموع ما ورد في موضوع التكبير أو التهليل أو التلبية الجماعية أنه لا يشترط أن يكون التكبير أو التهليل بصوت واحد، نعم. فليكن جهرا لكن بدون أن يتقصدوا أن يمشوا بصوت واحد. نعم. وهكذا التكبير بعد الصلوات في العيد، ولكن تخصيص الصلوات دبر الصلوات بالتكبير هذا ليس له أصل، نعم. وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات، كل أوقات كل ما عن في باله يكبر. الآن مثلا نحن جالسين هنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا مشروع نعم. في أيام العيد. أما كما يفعل الناس اليوم بعد الصلاة وبس هذا ما له أصل، لكن لو فعل بعد الصلاة ما ينكر عليه، نعم. قبل الصلاة ما ينكر عليه، بين الصلوات ما ينكر عليه، وهكذا. نعم. طيب، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبة العيد بالله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ لا ما ورد. إذن ما يفعله أكثر الخطباء هذه؟ ما له أصل. نعم. لكن هني ورد، ونستطيع أن نقول ما ورد، ورد وما ورد، نعم. أي ورد لكن ما صح، نعم. أنه كان يعني يضع التكبير في أثناء الخطبة، إيه؟ يكبر في نعم. أثناء الخطبة، هذا موجود في سنن ابن ماجه، لكن السند ضعيف غير ضعيف. صحيح. أما الافتتاح فلا فرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة. نعم. لأن ذاكروا السيد سابق قال ويسن أن يبدأ الخطيب ب لا أصل له. شيخنا، في سؤال أحد الأخوة يقول أنه قد سافر من بلدة إلى بلدة أخرى، وكان موعد السفر قبل المغرب، فوصل إلى البلدة المقصودة وقد دخل وقت العشاء، وطبعا هو لم يصلي المغرب، فدخل إلى مسجد في هذه البلدة ورأى الناس يصلون العشاء، فهل يصلي معهم العشاء أم مغرب؟ طيب،
يسلم قبل الإمام إذا أدرك صلاة العشاء من أول ركعة. في أول ركعة، نعم لما يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة نعم هو ينوي المفارقة، أها يجلس ويتشهد ويسلم، ثم بيقوم يقتدي وراء الإمام بصلاة العشاء. نعم. طيب هل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن مش ضروري يكون وارد هذا، لابد ما يفعل شيء مو وارد، لا هيك ولا هيك، نعم لكن هذا هو الفقه. طيب بعدين يصلي المغرب وبعدين يصلي العشاء. نعم. إحدى الأخوات تقول سؤالها طبعا عن دم الحيض، إنه نزلت عليها قطرة من دم الحيض في نفس اليوم اللي تجيها العادة، وكان هذا الأمر قبيل صلاة الظهر فلم تصلي الظهر، مع العلم أن الدم قد انقطع قطرة واحدة وانقطع. طيب عادتها امتى؟ 16 بالشهر مثلا، عفوا. عم نحكي لا بالنسبة للظهر والعصر، نعم. امتى عادتها؟ يعني متى تبدأ العادة؟ والله لا أعلم. أنت قلت الآن أظن الشيخ قال بنفس اليوم. نفس اليوم ايه، لكن لكن نحن نحكي الوقت. ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، العادة لا أعلم. فإذا نحن ما نعلم الجواب. يعني لازم نعرف الوقت. شيخنا لأن ما نشوف القطر اللي شافتها، نعم شافتها في وقت الطهر اللي هو عادتها، نعم ولا في وقت الحيض اللي هو عادتها، نعم لأنه يلحق بقى بالوقت، إن كان وقت طهر فلا يضر، وإن كان وقت حيض فهو ابتداء الحيض. نعم أيوة. يؤجل السؤال زي نهاية شيخنا، كيف؟ زي نهاية الحيض. هنا أي نعم. شيخ بالنسبة لحديث أم إبراهيم ماريا القبطية، هذه الروايات اللي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أضرب في سيفك لهذا، أصح الروايات شو هي؟ ليش كم رواية في لا مو الموضوع؟ في رواية مذكور أنه كان فوق النخلة، إيه؟ وفي رواية أنه رآه بعدين أنه صعد على النخلة. لا لا، الرواية في النخلة، فوق النخلة كان. شافه مشبوه فصرف الحد عنه نعم فوق النخلة. جزاكم الله خير. وياك ايش هي شيخنا بالنسبة لفوق النخلة؟ في مولاة الرسول ماريا اتهم بها غلام، ونشر الخبر ووصل خبر الرسول، فأمر الرسول عليه السلام عليا بأنه يقتل هذا الغلام، فالغلام كأنه ما أذكر الآن إما بلغ الخبر وهرب، أو فعلا كان بدون قصد من الهرب صعد على نخلة، تعرف إن ما كانوا يلبسوا لباس إزار، سرعان ما تنكشف عورته، فلما شافه سيدنا علي على النخلة شافه مشبوب مقطوع العضو، يعني لا يستطيع أن يفعل الفاحشة، ولذلك ظهرت براءة الله المولاة هذه وكذب الفرية. يا شيخنا عظمة الله عظيم، الله حياكم أكبر. الله. هذا ما إجى صاحبنا الله كل يهديه. شيء بتدبير من الله عز وجل. إيه نعم، مسألة خلافية، لكن شو النص فيها المسألة هاي؟ هدول ما بيبحثوا فيها، لأنه بيريدوا يتركوا المسألة عايمة. إيه فيها خلاف، وكل واحد بياخذ بقى من الخلاف ما يشتهي. لا،
المسألة فيها حديث، فيها حديث، نعم فهمنا الحديث هذا كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طلب السقيا نعم فأتي وشرب. نحن نذكر الآن الحديث باختصار لكثرة ما رددناه، وبقي في الكأس بقية في عن يمينه، يمين مين بقى الآن؟ الرسول في عن يمينه ابن عباس، في عن يساره أبو بكر، وبقي في الكأس بقية. قال له ابن عباس: تأذن أن أعطي أبو بكر؟ قال له: لا والله يا رسول الله، لا أثير أحدا على فضلة شرابه. فأعطاه وقال للحاضرين: الأيمن فالأيمن. شو دخل بقى المجلس هنا؟ ما دخل. الله يهديك. فالمقصود، فأخونا السالك الله يبارك فيه يعني دخلته شبهة. فأنت دخلت من هنيك يمينك هون بقى، أنت دخلت من هناك كساقي، يمينك وين؟ هناك. هو لا هون، هذا من أعجب ما يسمع. شبهته أنه هي الكعبة، مكعبة هي، بتعرفها أنت حجيت أو اعتمرت؟ إيه، لكن صورتها في ذهنك. هون الحجر الأسود، هو شو بتصور بقى؟ بتصور إنه الزلمة بيطوف هيك. إذا الحجر الأسود صار عن يساره، هو مشي على اليسار ما مشي على اليمين. هو الآن يغفل عن حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية إذا ما شفتها في الصورة، نحن شفناها في الواقع. الدولة السعودية من إحسانها للحجاج بلطت خط أسود هيك على طول. مشان إيش؟ لما الإنسان بيطوف ما يضل عن هذا الخط. السنة أنه يستقبل الحجر الأسود ويقبله إذا باستطاعته، ما باستطاعته بلمسه، ما باستطاعته بيشيل بإيده بكل شوط طبعا شيخنا. فالمفروض لما بده يبدأ الطواف ما بيجي من هونيك، بيجي من الخط الأسود، بيمشي هكذا. صار هو تجاه ايش؟ الحجر الاسود، قبله، هي اول درجه قبله. الان يمينه وين؟ هي يمينه، اذا مشي على يمينه. هو عم يتصور لا مشي على يساره، لانه تصور انه هو هيك بينما هو هيك، فدخلته الشبهه. سبحان الله، هو مشكلته ما في عنده يعني حب الاختلاط. عدو مثله والله شيء خسارة، كان يستفيد منه أكيد. نعم سبحان الله، لما خطبته هذه اللي خطبها اللي كان أبو مالك بن عمران، كان في حديث ذكره ضعيف اللي هو لو قطرة من الزقوم. فالمهم طلب شريط مني، والبعض طلب، قلت استأذنه ان اشيل هذا الكلام حتى ما يكون يعني شريط الخطبة تبعه يعني. نعم، فاتصلت فيه بالهاتف، قلت له: ذكرت انت حديث ضعيف وهو نقطة من زقوم لو نزلت الارض، فشو رأيكم، بتحب ازيله حتى يعني يكون الشريط انضباطه طيب وكذا؟ قال: أنا والله أنا في ظني وراجعت في كتب الشيخ صحيح. كانوا شيخنا كان في بعض كتبك مصحح وأنت شيء يعني، وكان راجع عنه كأنه هيك يعني الظاهر يعني موجود. فالمهم قال لي: طيب الآن براجع. جزاه الله خير. فالمهم كذلك قلت له يعني أخونا علي يعني حكيت له أنا وراجع، وقال لي ضعيف.
رد تأكد هو من حاله قال لي نعم ضعيف وجزاك الله خير وكذا. فجبت له الشريط كنت هذا، فسألته اليوم سألته قلت له شو رأيك في الشريط؟ هل يظهر عليه شيء؟ قال أبدا جزاك الله خير وكذا انبسط. ما تحمل هذا الحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله في إيش؟ ردغة الخبال. ردغة الخبال. هذه النسيت. وهي صارت أهل النار. نعم. إيه شو؟ امبارح اتصلت معي فتاة بتقول لي لي أخت صاحبة الله هداها، كانت من جماعة الأخوان المسلمين، وهي ما بتعرف يعني تعيش في حرج شديد جدا، لأنها تبين لها أنها كانت تفتري على الشيخ الألباني وتنسب إليه أشياء من الإفك والكذب، تبينت أن هذه الأشياء كلها مدسوسة دس على الألباني، فلما تابت إلى الله وأنابت وتبنت المنهج السلفي وتبرأت من منهج الأخوان المسلمين، وما بتعرف الآن ما عم يطيب لها حياة ولا نوم ولا إلى آخره، كيف بدها تخلص حالها من إثم الكلمات هذه التي كانت تنسبها إلى الألباني؟ قلت للسائلة قولي لها نحن بكفينا أن الله هداها للحق وللصواب، أما ما كانت قالته في حق الألباني من قبل فلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ونحن بكفينا الهداية هذه، ولذلك فلتستأنف حياة جديدة ولا يهم ما قالتها في ضلالها القديم. ثم رجعت هذه تسأل أسئلة، الحقيقة بتدل يعني على اهتمام بمعرفة الأحكام الشرعية بدقة. من جملتها مثلا هل يجوز وحدة توكل أخرى لتستخير لها عنها؟ طبعا أجبت هذا لا يجوز، لأنه لا يصلي أحد عن أحد. نعم. بعدين سألت سؤال ثاني، قالت المرأة الحائض لا تصلي معروف، لكن أمامها أمر تريد أن تستخير له، فماذا تفعل؟ ما هي بدها تصلي، ما بتقدر تصلي. قلت لها عندي جوابين عن هذا السؤال. الجواب الأول أني ما بتصور أنه الاستخارة راح تكون، يعني بتصور أنها صورة هي نادرة جدا جدا، ولذلك فنحن نأمرها بأن تصبر حتى تطهر وتصلي ركعتين وتدعو الدعاء المشروع. فإن قيل بأنه لا القضية مستعجلة ولا مجال للصبر، فالجواب أنها تقتصر على الدعاء فقط. جميل. وسألت والله أسئلة كثيرة وانتهى الحديث على هذا. السلام.
تأخرتي علينا أم الفضل، تأخرتي علينا. والله يا شيخنا إنه نرى من هؤلاء الإخوانيات، سبحان الله يا شيخنا، عندهم حقد عجيب. يعني وصلت قبل مدة إحدى هؤلاء تسب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو على الوهابية، حتى بجوز اختصر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ، بجوز تكون أخف من أن تقصد الوهابية كمنهج كامل. الله أكبر. أي نعم، من إيش والعياذ بالله. مشحونين، نعم مشحونين بأباطيل. حسبي الله ونعم الوكيل. كان واحد شيخنا شوش علينا قبل مدة، وكان أخ علي موجود في أحد المساجد، كان فيه درس علي هناك، وجاء الدرس عارض، يعني ليس كالعادة يعني، لكن كنا زوار هناك، فقدموا الأخ علي فتكلم. كان هذا الشاب موجود، أنا بعرفه يعني معرفة، حتى في يوم ذات الأيام عمل عندي حوالي أطفال صغار كعادتهم يجمعون الأطفال. المهم يشوشوا علينا، أنت اعمل كذا، أنت اعمل كذا. طبعا جالسين في نهاية المسجد، لكن الصوت له صدى. فذهب أحد الشباب وقال لهم يا إخوان، ما رد علي. ذهب كمان شخص ما رد علي، قلت لعله يخجل مني أنا. أنا كنت معلمه بالزمانات. ثانيا يعني في بيناتنا علاقة، يعني بزور أهله أنا. ذهبت له قلت له يا عبد الله، هذا ما بيصير، وهذا تشويش، ونحن مش كل يوم موجودين هون، فبإمكانك تأجل هذا المجلس تبعك ليوم آخر، ونحن زوار. قال لي بس شوية بنتهي، يعني ما خجل كمان. وفعلا يعني شوية وخرج. فالمهم اتصلت هاتفيا فيه، قلت له أنا عايزك حتى أجلس أنا وياه. أول إني جهله شو بيعمل، يعني هذه ما هي شطارة ولا مهارة إنك أنت تقعد يعني تفسد مجلس علم، وكل الكلام فيه قال الله وقال الرسول، من شان بعض الأشياء في نفسك وهوى. لو أنت كان في شيء عندك أهم، يعني شيء مهم، في شيء جاءك أهم، بجلس أنا والأولاد وأتعلم. لكن ما رضي أن يأتي. الله يهديهم. آمين. عزيزك شيخنا أجيب لك شيء. يعني يشكر ليل نهار، لا يجزي الله، لا يجزي ربنا عز وجل حتى بالرمش العين. فأنت يعني الله يعني لعله هذا الشيء كان معك، لكن من الدعاء الله عز وجل أزاله منك. كل شيء ممكن. أي نعم. لكن بدنا حمد وشكر. أي نعم. فمن هذه الأمور شيخنا إنه يتبع سبل جديدة في حياته. أولا إخراج التلفزيون من بيتك. ثانيا، مع إني أنا الآن مبسوط منه من باب يعني إنه بطل يخرب البنوك، لكن يبقى عليك شيء إنه في البنك الآن تحط فلوسك اللي هي الجاري. ما بعيد إذا. سيان. ما بعدت. ثالثا انه يتابع مجالس العلم، وين يشوف مثلا حسن اخو عزت وكثير من الشباب الاخوانيين كل الحرب. شيخنا قديش ما شاء الله قديش عندنا شباب اخوان هذول اللي هم بيشتغلوا مع خالد حجازي الاثنين زي التوأم، ما شاء الله، يعني شيء طيب. يعني بلاش تروح كل مره معي، بين الفتره والفتره تحافظ على انك تذهب على مجالس العلم، لانه هذا يا شيخ مجالس العلم شيء ما بيخفى عليك، تقوي الايمان، تخلي الإنسان يتفكر في الله، يتفكر في خلق الله، يتفكر ليش الله عز وجل خلقه هذا سبحانه وتعالى. فعلا، فيعني إنه ما يقصر في هذا، لأن الله عز وجل قادر أن يفعل كل شيء سبحانه. ربنا بيقول سيدنا داود عليه السلام، وهو كما تعلم نبي من الأنبياء، الله يعمل آل داود شكرا، ما قال أشكروا، قال اعملوا آل داود شكرا، أي أن شكر الله عز وجل
على ما ينعم على إنسان ما، أو على ما يصرف من البلاء عن إنسان ما، لا يكفي أن يقول الحمد لله والشكر لله، وإنما اعملوا آل داود شكرا، أي اعمل عملا صالحا، هذا العمل الصالح يدل على أنك لله شكور. أما أن يقول الحمد لله شكر الله عافانا، هذا ما يكفي. ولذلك المسلم يغتنم ساعات وفرص الهداية واليقظة القلبية التي يعني يلمسها الإنسان أحيانا، لأنه الرسول عليه السلام ضرب مثلا للمؤمن أنه كالسنبلة تميل أحيانا وتستقيم أحيانا، أما المنافق فهي كشجرة الأرز تنبت بعدين بيجيها قاصف يطيرها. فلا بأس أن الإنسان المسلم أنه أحيانا يخطئ مع الله لأنه ليس معصوما، ولكن ينبغي أن لا يظل دائما رافع رأسه مثل شجرة الأرز ومبتعد عن تقوى الله عز وجل، وإنما يعمل آل داود شكرا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه، أي كلما كان المؤمن مقربا إلى الله عز وجل كلما اشتد به البلاء. والبلاء أنواع، فناس يبتلون في بدنهم، ناس يبتلون في فكرهم، ناس يبتلون في علمهم، ناس يبتلون بأخلاقهم، يتهمون بشتى التهم. يعني مثلا أنا وأخوك عايشين مع بعض، أنا الشيخ الكبير ما نجوت من أن أتهم باللواط، وأتهم بأشياء وأشياء كبيرة وكبيرة جدا، بينما هذا صاحبنا وهو شاب ما اتهم بهذا الاتهام. فكل إنسان له إيش نوعية من البلاء، حتى ربنا عز وجل كما قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولذلك فالمسلم إذا ابتلي ببلاء ثم صبر عليه وعافاه الله عز وجل، فعليه أن يشكر الله كما ذكرنا، ليس بلسانه بل وبعمله، كما في الآية السابقة: اعملوا آل داود شكرا. ولذلك فمن الشكر العملي أن ينتهي المسلم عن مخالفته لله عز وجل هكذا عنادا وإصرارا. قد تزل القدم بالإنسان فينظر نظرة إلى امرأة أجنبية مثلا وبيبحلق فيها وبيأكد نظرته فيها، لكن مش ماشي على هذه الحياة هيك وهيك، أما يلا دائما يتعامل مع الربا ودائما ودائما ويعيش حياته، حينئذ هذه الحياة حترتد عليه، ترتد على زوجته، ترتد على أولاده وذريته. تنبيها منه عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى قال:
كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. كل لحم نبت من السحت أي من الحرام فالنار أولى به. فهؤلاء الأولاد الذين يعيشون من كسب حرام فيخشى أن يؤثر هذا الغذاء الحرام في سلوكهم في أخلاقهم. منيحة بعد ما ولا يمسوه اوعى تكون بارد. منيحة هنا في ملاحظة مهمة جدا ينبغي الاهتمام بها. وقل من يتنبه لها. وهي أن الأسباب التي شرعها الله عز وجل لمسببات تنقسم إلى قسمين: أسباب مادية يشترك في معرفتها المسلم الصالح والطالح، بل والمسلم والكافر كلاهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يحفظك. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن هنا قهوة. وكمان مشان ترتيب المجلس. إيه بس هذا بيجذبه أكثر من ترتيب المجلس. أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل شيخ. أما في تلفون جايبه واحد عجيب جدا، جايبه من أمريكا. عم نحكي مع الإخوان هنا في مسألة الأسباب، مذكرا بأن كثير من الناس لا يتنبهون لهذا التقسيم الذي استفدناه من السنة الصحيحة، وهي أن الأسباب تنقسم كما هو معلوم في الجملة إلى قسمين اثنين: أسباب مادية يشترك في معرفتها المسلم الصالح والطالح، بل يشترك في معرفتها المؤمن والكافر، بل لعل الكافر اليوم أعرف بهذه الأسباب المادية من المؤمنين. أما القسم الثاني من الأسباب هي التي يتفرد بمعرفتها أفراد قليلون جدا من المؤمنين، ومثل هذه المعرفة أبعد ما تكون عن الكافرين، وهي الأسباب الشرعية المعنوية. فكنا في حدث في صدد الحديث عن الكسب الحرام، وأنه
من الأسباب التي تؤثر في حياة الإنسان تأثيرا معنويا لا يشعر به كثير من المسلمين. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فقد يعيش الإنسان ويكتسب مالا حراما وهو لا يشعر أن هذا المال الحرام يفسد عليه أخلاقه وتربيته لنفسه ثم لمن يلوذ به، كما يفسد عليه حياته المادية إذا لم يأخذ بالأسباب المادية، فكلاهما سواء. وينتج من وراء ذلك أمر خطير جدا أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المروي في صحيح مسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه يدعو يقول: يا ربي يا ربي، مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذن من الأسباب التي تحول بين العبد وبين استجابة الرب لدعائه هو أن يكون مأكله ومشربه وملبسه وكل شيء حوله من حرام. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون بعيدا جدا عن الأسباب الشرعية التي تمرض المسلم في سلوكه في أخلاقه، وينبغي أن يكون أحرص في التمسك بهذه الأسباب من حرصه على التمسك في الأسباب التي يحافظ بها على صحته البدنية، لأن النواحي المادية أهم طبعا من النواحي المادية. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. ومضى وراء المشكلة التي أثاروها بالنسبة للمصليات تبين شيء؟ ما تبين، حتى أنا حاولت أني أمس بالليل أتصل بمدير الأمن ما وجدته، وحاولت أتصل بوزير بالمحافظة أيضا ما وجدته، فمسألة لا زالت مجهولة بالنسبة لنا. أما هي المسألة عامة ليست خاصة بهذا. بس مشيت كلها شيء. كيف طول بالك؟ إيش يعني عامة؟ كيف؟ يعني كل يعني المنع مش لمصلى خاص يعني. لا لا أكيد، لأنه موزعين في الليل. وكثير طبعا معظم المصليات منعوها، إلا بعض المصليات اللي يعني مش لا مش قضية مش مبينة، يعني مثلا اللي عاندوا يعني عاندوا القرار، عاندوا وكان يخشى انه يحدث فتنة. مثلا عبد المنعم ابو زمط هذا هدد الامن، وانه لو تصل الدماء الى الركاب يعني يا المصلى يا سفك الدماء. الكفن معاه بايده. فمصلى الكلية العربية برضو اللي في جهة شميساني بيسمونك برضو يعني حاطوه منعوه. مصلى سحاب جابوا سيارات كبيرة ووضعوها في داخل المصلى. مصلى آخر حرثوه يعني جابوا تراكتورات جرافات وكوموا التراب فيه. يعني كل مصلى له وسيلة خاصة. لا خطة عامة هذا أكيد، يعني ما دام وزعوا على أئمة مساجد نوقع ما في صلاة في المصلى إلا في المسجد. كأنه يبدو أنه مش هذيك التشديد الحازم أنه يعني يمنع ومنع في الأسباب، لأن مثلا المسجد المصليين اللي في الهاشمي، المصلى اللي فوق في المدرسة، المصلى اللي تحت في ملعب المحطة،
لما الناس قالوا لا بدنا نصلي ودخلوا قعدوا، مش انه مثلا اجوا وشالوا هذا وش اللي صاروا مثلا يفرقوا بالناس او شيء، سكتوا ظلهم راح اخذوا الاجهزه، اجهزه السماعات وهذا اخذوها، فكرهم انه يعني هذا يمنع الناس، لا ظلهم واقفين. يعني مش يبدو انه هناك في نوع من الشده، انه مثلا امر مثلا لو كان امر بهالشده يعني كان جابوا على الاقل تبعون مكافحه الشغب، انه يعني امنعوا باي وسيله انه ما يصير. لو جابوا مكافحه الشغب معناها مثلا يعني تصل الى حد التحدي. يعني مش ذيك الشيء اللي يبدو، يعني اظن الله اعلم، بتوقع ان لو احنا لما رحنا ان اصابينا دخلنا ما كان مصير هذا. مشكلتنا احنا مصلانا مسوى اغلق الباب، هو هذا يعني. ولا لو كان فسحة كنا صلينا. اهلا عليكم السلام، كيف حالك شيخنا؟ في سؤال. السلام عليكم. في عطاءات تطرح في بعض الشركات او بعض في المؤسسات الحكومية، تطرح عطاءات، فاذا كان العطاءات طبعا هي اقل الاسعار هو اللي بيفوز بالعطاء. احيانا كثيره طريقه يسموها الظرف المكتوم، الظرف المغلق. فاحيانا كثيره شيخ بصير انه بصير فيها مثلا رشوات، انه رشوات، لانه يكتب دائما في اي عطاء شرط المؤسسه انه الحكومه او المؤسسه او الشركه غير ملزمه باقل الاسعار، غير ملزمه باقل الاسعار، هذا شرط في اي عطاء، وهذا من تمام النظام والقانون. فأحيانا كثيرة بصير في دفع إنه يعني فوز عطائنا لأنه والله قدرتنا إحنا كمؤسسة منفذة أحسن. المهم فلو فرضنا إنه في عطاء هو بحال من الأحوال فائز، يعني سوف يعطى هذا، وجاء شخص وأعطى هو لا يعرف إنه فاز هذا العطاء، هو لا يعرف، صاحب العطاء اللي قدم سعره لا يعرف انه فاز. لكن المسؤولين او المسؤول المعين يعرف انه هذا العطاء فائز، فلو جاء شخص ودفع مبلغ مقابل انه هو في ظنه انه يجعلوا له عطاءه فائز وهو في الاصل فاز، فهل هذا الشخص الاصل المسؤول لو اخذ هذا المبلغ وهو ما فوزه لكنه فائز من اصلا؟ انت بتعرف بارك الله فيك قوله عليه السلام لعن الله الراشي والمرتشي. فأنت الآن تسأل عن المرتشي، فهل لا سألت عن الراشي؟ الراشي أنا سؤال الشيخ كان لا أكمل. ما لي شيء. فأنت مقتنع أنه هذا الراشي راشي؟ راشي راشي أنا مقتنع. فالمرتشي مرتشي. مرتشي. لا أنا سؤال الشيخ صار في كثير، يعني هو هذا يعني في واقع صار، والشخص اللي يعني خلينا نطلق ما بدنا نقول مرتشي، لكن المسؤول رجل على يعني عنده تقوى لله عز وجل، عليه السلام عنده تقوى لله عز وجل، لكن الوضع العام اللي يحيط فيه إنه إذا ما سار في مثل سير هذه الأمور هو يخدم في هذه الدائرة. بالفعل أنا أعرف إنه يخدم في هذه الدائرة ويساعد الناس ويساعد حتى المسلمين وأقل عدد كبير من النصارى، إنه إذا ما سار على هذا الملحم المستوى ولمحوا إنه والله هو بدأ يتزمت أو خلينا نقول يعني ما يعني يميل إلى الناحية الدينية بصورة واضحة قد يعزلوه. فلو أخذ هذا المبلغ، هو كان سؤاله إنه لو أخذ هذا المبلغ وأنفقه مثلا في ناحية شرعية مثلا بناء مسجد كذا شيء من القبيل، هل هذا جائز أخذ المبلغ؟ أنت أظن معنى أنه الغاية لا تبرر الوسيلة. والله أنا جاوبت السؤال قلت يعني ما هذه واحدة. بعدين الحقيقة ما عجبتني منك كلمة حتى ما يقولوا يتزمت، لا مش يتزمت شيخنا، حتى ما يقولوا انه نحى الى الناحيه الدينيه، فهو بقول انا بخدم الناحيه الدين المسلمين. ايش يعني انت تعتذر الان ولا بتاكد؟ باكد باكد شيخنا، باكد موقفه هو يا اخي. انت عم تعبر بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. يلا اذا يعني انه اذا هناك احاديث صحيحه واحاديث غير صحيحه، صحيحة وغير صحيحة، هذا التقسيم الأولي يعني. أما صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة هذا بيجي فيما بعد، فضلا بقى عن الإيش التفاصيل الأخرى
صحيح لذاته، حسن لذاته، صحيح حسن لغيره إلى آخره، صحيح مشهور، صحيح مستفيد، صحيح متواتر، كل هذا فيما بعد. فيما بعد. ولذلك يقولون، وهذا الذي يشهد به الواقع، أن تقسيم الحديث إلى صحيح ودونه إلى حسن، هذا اصطلاح نشره الإمام الترمذي، لكنه تلقاه عن إمامه البخاري والثاني وشيخه. يعني المعروف مبدأه من الإمام البخاري. من الإمام البخاري، لكن إذاعة وكثرة استعمال هو من الترمذي. وهذا معناه أنه الإمام أحمد اللي هو شيخ المشايخ، شيخ البخاري بطبيعة الحال، ما كان معهود عنده صحيح وحسن، عنده صحيح وضعيف. فهو لما أطلق القول بأنه هو يقدم الضعيف على القياس، فيعني ليس الضعيف في اصطلاح المتأخرين، وإنما الضعيف بمعنى الحسن في اصطلاح المتأخرين. وهذا كلام شرحه شيخ الإسلام الله يرحمه، لأنه له فضل كبير على العلم. في أي وين شرحه؟ في الفتاوى. أي نعم. هذا رجل عجيب، ما شاء الله. هذا رجل يعني يكاد الإنسان أمة لما تقرأ الكتاب. مين اللي أحد الشيوخ المتقدم ذكر ولم يرى هو مثل نفسه؟ ولم يرى هذا حقيقة يقال في كثير من أهل العلم والفضل، لكن أكثره يكون فيه مبالغة. صحيح. ولم أما ابن تيمية سبحانه خلقه يعني يصدق فيه المثل السوري، ما أدري هذا موجود عندكم، فلان مثل الصحن الصيني، نيمار نيتو بجاوب. يعني في أي علم يخوض فيه، حتى شاهدوا به إذا جلس مجلس فيه العلماء يتحدث في كل علم حتى يظن الجالسون أنه متخصص فيه. شيخ الإسلام على هذا، شوف كيف كتبه مثلا التعارض ولا يعني هذا شيء عجيب. يعني هذا مش كلام، يعني كلام مبالغة، كلام حقيقة. فرد على المناطق. بعدين الإنسان يعني القارئ اللي كتبه، أنا أقول أن الحقيقة أن الصوفية يستعملون بعض الكلمات الناعم اللطيفة في يعني أوليائهم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أنا أقول أن الحقيقة أن الصوفية يستعملون بعض الكلمات الناعم اللطيفة في يعني أوليائهم، فيصفونهم بأنهم من العارفين بالله. أنا أعتقد الكلمة هي تصدق على ابن تيمية، لأنك تسمع منه يعني آراء وأفكار ما تجدها من غيره إطلاقا، فمفتوح عليه يعني فعلا. قد تجد عالم مثلا بكثرة مخالطته لأهل العلم وجلست لهم أخذ من كل علم يعني حصة، لكن هو ناقل، ليس مبتدعا، ليس محدثا حدثا جميلا.